أقيم في كنيسة روم الكاثوليك في الفحيص قداس إلهي لتجديد الوعد السنوي لمسؤولي شبيبة القديس جوارجوس للروم الكاثوليك في البلد. ترأس القداس الإرشمندريس بولس حداد بحضور عدد من راهبات القديسة حنة وجمع غفير من المؤمنين. وبعد عدة القداس التي دعا فيها الأب بولس الشبيبة إلى الالتزام بالصلاة وبذل المزيد من النشاط لخدمة الرعية والكنيسة، بعدها توجه كاهن الرعية والحضور لافتتاح المقر الجديد للشبيبة في بلدة الفحيص ومباركته. مساكم بتشكركم دائما لأنه أنتم دائما في القلب، في قلب الحدث وفي قلبنا. اليوم عملنا تجديد وعد الشبيبة، وهذا تجديد وعد الشبيبة، شبيبة بالكنيسة هنا قديمة جدا بتعود إلى السبعينات، من 1970 أسسها الأبونا حكمة حدادين، ولكن مرات كانت تكون قوية مرات كانت ضعيفة، ولكن اليوم احنا عم نحكي عن إعادة الوعد أمام الرب وأمام الكنيسة مع هالتوسعة اللي عملناها خلال الصيف. عملنا غرفة إضافية للشبيبة، وهذه الغرف مجتمعوا فيها، يعني مركز الشبيبة مجتمعوا فيها كل أسبوع بتعلموا التعليم المسيحي والأنشطة وغيرها. المسؤول عن الشبيبة باعتبار هي الراهبة سر سامية من راهبات القديسة حنة، وفي مسؤولين آخرين الشباب كل فترة ينتخبوا. فاليوم حبينا نعمل وعد أمام الرب إنه ننقل الكلمة، الشباب ينقلوا الكلمة بشكل حلو ورائع زي ما تلقوها من الكنيسة، زي ما أخذوها من الكنيسة. ربنا يزيد ويبارك ويزيد بهالشباب وهالصبايا اللي بيكونوا قريبين من ربنا دائما وقريبين من الكنيسة. وأكيد إحنا دائما نحكي لهم كل ما اقتربنا من ربنا، يعني قداسنا اليوم الأحد، حياتنا المسيحية، كل هذا يتغير للأحسن إن شاء الله. مرة تانية بنشكركم على كل شيء. بحب أشكر ربنا كتير على هاي الفترة اللي إحنا عم نخدم فيها مع كنيسة روم الكاثوليك. إحنا جينا للفحيص تقريبا من 7 سنوات، بدأت الخدمة سور نورة مع العراقيين، مع سور إيزيز، وكمان مع الشبيبة الكاثوليكية. دخلت معهم أنا من 5 سنوات. بشكر ربنا على هاي الشبيبة اللي كل يوم في ازدهار وفي نمو وفي محبة. شعرنا هاي السنة شجعوا بعضكم بعضا وابنوا بعضكم بعضا كما تفعلون اليوم. كتير بالفعل أنا مبسوطة مع الشبيبة لأني بحس فيهم بروح يسوع اللي بيقودهم وروح القدس اللي بيقودهم بيدفعهم دايما للأمام. كتير فرحانة معهم لأنه تقريباً أول ما جيت من 5 سنين كانت الشبيبة يمكن 10-5 أشخاص بهاي الحدود، دلوقتي تقريباً 300 شخص عم بيتوافدوا للشبيبة. وهاي رسالتنا إن إحنا الأم روزا دايماً كانت تقول ننشر الإيمان ويكون بالفعل إيماننا قوي ونساعد الناس تحب يسوع. الأم روزا اللي هي أسست رهبات بنات القديسة حنة تقول نمشي في كل العالم وننشر كلمة الله وننشر الإيمان لكل إنسان. فبنحاول على مثال يسوع طبعاً اللي هو بيعطينا هاي الرسالة إن إحنا نعيش هاي الرسالة. جينا اليوم كمكتب شبيبة أبو عشيين بتجمع الفحيص بهذا المجاز الحلو بهنتي الشباب طبعاً مبارك القدس الأب بولس حداد مشكوراً. صراحة شبيبة الفحيص من أكثر الشبيبات النشيطة على المملكة كروكاثوليك. أكيد المقر هذا هو كان شيء من بحاجته. إن شاء الله يا رب الكثرة بتكون مش بالإحجار، الكثرة بتكون بالعدد وبالنوعية. هم ما شاء الله خانتهم نظيفة ونوعية موجودة عندهم لحد الآن كلها تمام. ألف مبروك مرة ثانية شبيبة القديس جوارجوس. تأكدوا تماماً مكتب شبيبة الأبرشية معاكم، أي شيء يمكن بتكون إياه إحنا جاهزين إن شاء الله. بدنا نكمل هاي المسيرة لحتى عندنا أهداف معينة، هي نشر المحبة المسيحية لحتى ننشر كلمة الله ولحتى نعيش هاي المحبة بيننا ونمجد اسمه. اليوم أنا باسم الشبيبة بشكر نورسات، بشكر أبونا بولس، بشكر رهبات القديسة حنة، بشكر أبناء الرعية لثقتهم فينا، وطبعا بشكر أبناء الشبيبة والشبيبات الأخرى، وطبعا مكتب الشبيبة بالأساس. شكرا للجميع وألف مبروك لشبيبتنا ولرعيتنا.